عندما نسمع كلمة رعب نتأكد أن كل ما سوف يقال يكون حكاية لا يتقبلها عقل، وغالبا ما تكون حدثت في الظلام، فينتابنا الخوف من هذه القصص المرعبة، من الكائنات التي لا نستطيع أن نراها، لكنها للأسف موجودة وواقعية، وللأسف ستكون هذه الكائنات هي الأبطال الرئيسية لقصتنا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا وأنصتوا جيدا بعد الضغط على الإعجاب ومتابعة القناة. قصتنا اليوم هي قصة واقعية حدثت في الصحراء التونسية، حيث يقول صاحبها والذي نشرها على نطاق واسع في الجرائد التونسية: بينما كنت أسهر مع أصحابي في وقفة عيد الفطر في أحد المحلات، سرقني الوقت وما أنتبه بأنني أسكن بعيدا على أطراف مدينة سوسة. هذه الأطراف البعيدة تتطلب مني أن أمر على طريق صحراوي مهجور لا تمر به سوى السيارات الكبيرة للشحن، وهو طريق غير مأهول لأنه ليس هام. لكنني انتبهت عند الساعة 2 صباحا، فطريقي طويل، قد راح الليل ولابد أن أعود إلى البيت، فأطلب الإذن من أصحابي لأن علي الرحيل، فأسرعت إلى سيارتي حتى أنام قليلا قبل صلاة العيد. وبينما أنا في طريقي وبعد أن وصلت إلى المنطقة المرعبة الصحراوية، أدركت ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة سيارتي وأنها بحاجة إلى الماء، فتوقفت بسيارتي وأنا مرعوب. في الطريق كان ظلاما جدا ولا يوجد به أي إنارة أو أي أحد، لكن خوفي بدأ يتبدد عندما شاهدت من بعيد إحدى المحلات التي لا زالت تعمل في هذا الوقت المتأخر. وعندما اقتربت قليلا وجدته محل متخصص بلوازم السيارات، وهنا شعرت بفرحة عارمة وبأنني محظوظ جدا، فرحت مسرعا لكي أشتري ماء من المحل. وعندما دخلت وجدت رجل شايب، أي رجل مسن ذو شعر أبيض، وكان وجهه متجه إلى الحائط لأنه كان ينظر للنقود في يده. وهنا طلبت منه على استحياء زجاجة من الماء لأن سيارتي حرارتها قد ارتفعت، وما أن استدار الرجل إلي حتى خفت من منظره المرعب. فالرجل كان بوجهه عين واحدة فقط، فأصبت بحالة من الهستيريا والرعب الشديد، وبدون أن أحس بنفسي ذهبت مسرعا إلى سيارتي وشغلتها وانطلقت كالصاروخ إلى المنزل دون أن أنظر خلفي حتى. عندما طلع النهار وانتهت احتفالات العيد، قررت الذهاب إلى نفس المكان، لكن ليس بمفردي، لكنني أخذت معي أصحابي لأنهم لم يصدقوا روايتي. عندما أخبرتهم عن هذا الرجل الذي رأيته في الصحراء، وما أن وصلنا إلى المكان حتى وجدت المحل من بعيد، ففرحت لأنني لم أكن أتخيل ما حصل البارحة، لكن المحل كان مغلق. وعندما وصلنا إلى هناك لم نجد أي أحد، وبعد وقت من السير رأينا بيتا صغيرا. سألنا أحد الأفراد به عن هذا المحل، فقال لنا أن هذا المحل مغلق منذ 10 سنوات على الأقل، لأن صاحبه الباكستاني قد تم قتله في ظروف مرعبة وغامضة بعد أن تمت سرقته. وهنا عرفت أن الذي قابلته ليلة البارحة كان شبح الرجل المقتول. إلى هنا تكون قد وصلنا إلى نهاية الحكاية المرعبة التي يقول صاحبها أنها واقعية. فإذا أعجبتكم انشروها بين أصحابكم لمساعدتنا على التطور، وشكرا جزيلا لكم.